مسار 4 سنين عندها تخدم بريف ما صار في كلمتين هي طرح على روحها تقريب الفن المتساكن الأحياء الشعبية وحقهم في ثقافة ذيك علاش أنشطتها 7 ورشات من الاثنين حتى النهار لحد ما نرتاحوش بكل مع الصغيرات ومع الشباب معناها في المسرح التفاعلي في 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 السينما في في, في الفن التشكيلي صغيراتنا توصلوا معاش يتفرجوا في أفلام برك لكن ولا يوصلوا أفلامهم أفلام التحريك وهذه حاجة على محلها في كيفاش مسار هي المهرجان حومتنا فنانة يتعمل في البطحة هنا 16 ليلة معناها موسيقى مجموعات ملتزمة ومجموعات معناها أنماط موسيقى سينما فداوي مسرح هذا كل الحومة وفي الشارع ومسار هي زاد المهرجان حضر فيه متاع الصغيرات برع مسار في عطلة الربيع هذه المشكلة مع مع مولى المول نقولوا احنا هنا كرينا من عنده كرينا معناها لو المرة كرينا بذكاء معناها محامي كتب الكونترا وعلى أساس كرينا 4 سنوات كرينا باسم الشركة شركة مسار دونك طول وقتها نتعداو ينطبق علينا ذاك الشيء الموجود في المجلة التجارية معناها بعد ما تكري عامين ولي عندك الحق في الأصل التجاري معناها هذاك علاش خسرنا الخسائر الكل هذاك عشان معناها كنا مقتنعين اللي مستحيل نخرجوا كيفاش ولكن القرار اللي جاء فجأنا معناها قرار بالخروج من 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 المحكمة ما فهمناش فين مشى اجتهاد القاضي القانون قدامه اللي عنا الأصل ما فهمناش علاش معناها يحكم أن نخرجوا فما قانون آخر قانون 82 اللي يحمل فضائل ثقافية معناها يقول لك معناها استحالة التحويل تقول أنت صبغة النشاط الثقافي لحاجة أخرى مثلا الملك حتى كان خرجنا وهو ما ينجمش خرجنا حتى قلنا عن الأصل ما ينجمش يعملها لا جارج ميكانيك لحتى هذه تقعد بنية للثقافة دونك هذا الكل يخلينا نستغربوا معناها بعدين انت كنت تحب تهز البارة اكثر وانت تفكر تقول هنا تعاطي القانون تعاطي البلاد هذه مع الثقافه هل توجد اراده سياسيه واضحه ولا اراده منا احنا لازم تكون باش نفرضوا الفن كقطاع منتج والثقافه معناها كنت توا كي حانوت يعمل كريه معناها عنده الحق في الاصل التجاري واحنا اللي كشركه تمشي في الحكايه هذيك في المجله التجاريه يقول لك لا وكانه معناها الفكره تولي غدوه كل واحد يحب يعمل فن ثقافي راه عامين وقشه فهمت معناها 3 سنين ويطردك ملاك معناها ما فماش حتى فضاء نجم يستمر ونجم يكمل هذا المخطر معناها المخطر هنا في كيفية تطبيق القانون معناها نحسها سابقة ونحسها مشكلة كبيرة دونك احنا باش نحاول نتحركوا على وجهتين وجه قانوني برشا اصدقائنا محامين الاستاذة سوى ربيهي لشد القضية لكن برشا اصدقائنا محامين متعاطفين معنا ويعاونوا فينا مش يكون فما 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 تحركات لفنانة لحقوقي لطلبة لحينا بالأساس اللي واقفين معانا صغار وكبار سمع علينا الهوى من أفرع الوادي يا هوى دخل الهوى خبني على بلادي يا هوى قاعد يصير مخطر ومخطر جدا قاسينا برشا فتره قاسينا من نعملوا حاجه كان بالسيف مع السلطه متبدل شيء احنا تو نجموا نعملوا مهرجان حومتنا فنانه كان بالعرك مع المركز وبعدين ولا فما اقليم شرطه ما تعملش يقول لك شنو ما تعملش كيفاش نعملوا في الفن في الشارع معنا فهمت كيفاش تجي تعلق ليزافيش ولا تعلق بوندرول تكتب مكتوب في بالك دون لي نورم امور قانونيه ومنظمه للبلديه والمصالح المعنيه باش تنجم تعلق البوندرول اللي يرفض لك بجرد قلم ما عندوش الحق الحيوط مش نتاعه دونك فما برشا شيء يدره الخواطر دونك خلي تكون بكشي قضيه مسار هذه مش قضيه مسار لكن قضيه الفضاء الثقافي قضيه الثقافه في البلاد انت قضيه حق الاحياء الشعبيه والاحياء هذه بانها تتمتع بثقافه خاطر ديما نقولوا راهي الدنيا ماهيش كارتاج برك محليه باك وجو ميشيل جار وكل محليهم فهمت اما راهو ولاد حي الزهروني ولاد حومتنا ولاد تضام ما يجمش يقص ب 50,000 ويمشي غادي ما يجمش يدخل معاك هذيك هواس وفي الدنيا هذيك مشاكل وهذيك المواضيع اللي لازم تحكي فيها موضوع اخر هذيك لكن لاكسي غادي صعيب مدينه الثقافه محليها بنيه اما شخص كان فلوسها من الاول اتقسمت على حاجات كيما هكا في عود يدرهونا الخواطر راك تلقى في كل حومه في كل رباط على الاقل يلم حوم شعبيه بلاصه كيما تخيل المليارات هذيك احنا ما كلفتناش توا 4 سنين و5 سنين وزملين بالبني وكل شيء بصفر من اللي وزاره الثقافه حتى دوروا مش عملنا حيط ولا مش عملنا بروجيكتور حتى شيء من عندهم كيفاش تخيل معناها لو كان المليارات هذيك توزعت على حاجات كيما هكا فهمت ومسار قاعد مش يستفيد منها برك الحي في الفن برك انه قبل كنا نحلموا انه يكون الحي جمهور توفيتت الحلمة الحي الشباب هم يركبوا لي جرادان يعاونونا هما الناشطين داخل الورشات هما اللي تو مجموعة الراب مجموعة عملت جديدة بولاد الحومة يغنيوا في غنيات مزيانة برشا فهمت كيفاش الحلمة
المواطن اللي شهد علي السلطة. أنا المواطن فوقكم عايش في غلطة. أنا المواطن عايش بين البني جمعة يوم فرحان وستة يا راسي. يا راقد الليلة كيفاش تومي ديبة في زمان النعجة تعقب في الذئيبة في زمان الفار يلعب فوق راس القطوس. تقول انت معناها فتنا الحلمة انه يولي عنا جمهور بالعكس ولا ولا وليت مسار الحي معناها حاجه خاصه كانت تتعمم في البلاد فهمت في 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 مسار يخدموا شبيبه من الحي معناها فما مواطن حتى رزق للشباب هذوما فهمت معناها علاش باش سكرها باش تعمل انت جراج واحد اخر حانوت ترى شنو باحترامي للمهن الكل لكن فما منهم برشا بلاصه هذه بالصفه عملناها أنا المواطن فوقكم عايش في غلطة أنا المواطن عايش بين البلدين الجمعة يوم فرحان وستة يا محسن.